وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الثالث الخاصة بفئة القعدان الثنايا المحليات الأصائل. مسافة 8 كيلومترات هي المسافة الخاصة بهذا السن، سن الثنايا، سن الكبار، وتحديات الكبار هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى والانطلاق الأول والتحدي الأول مع شعار مؤسسة هجن الرئاسة: من يبدأ بالانطلاق المستحيل. راشد بن محمد السم المنصور أبو ذياب من يتقدم على الصدارة الأولى. نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني ونتابع القادم حملول أيضا من مؤسسة هجن الرئاسة، ظافر المضمرين علي بن جميل ألوهي بمن يقدم لنا حملول على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان والزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي على ثالث التحديات. المركز الرابع من يحمل الرقم 1 شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر خالد بن المر بن حلوة يتقدم الآن، ولكن يتسلل شاهين من هجن الرئاسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواجد مع انطلاقة شاهين، كما قدم لنا الشاهينية في الشوط الرئيسي للمهجنات الأصايل يأتي بانطلاقة شاهين على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة. المركز السادس يتواصل أيضا شاهين من هجن الرئاسة، يتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز السابع الواري لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان، والمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثامن القدوم مع رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هي النتيجة للمراكز المتقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى التحديات الأولى والانطلاقات المميزة على الصدارة شعار هجن الرئاسة. شاهين من هجن الرئاسة، راشد بن محمد بالسم المنصور أبو ذياب متواجدا هنا في قمة التحديات وفي الكادر العلوي على شاشة قناة ياس الرياضية. ينطلق شاهين بهذا الأداء المميز يقوده في عملية التضمير والمتابعة والمسايرة. راشد بن محمد بالسم المنصور أبو ذياب المركز الثاني، الشعار العيناوي كبير بدأ يتسلل، بدأ ينطلق باحثا عن الفوز والانتصار وعن الناموس الغالي. يتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث هملول القادم من هجن الرئاسة، الظافر علي بن جميل ألوهيبي ظافر المضمرين يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع شعار هجن الرئاسة، وصل المجازف، وصل بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا شاهين على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس الواري لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان، والمضمر سعيد بن مبارك ألوهيبي من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. القادم على المركز السادس شاهين من هجن الرئاسة أيضا بمتابعة المجازف
محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ومن الجانب الأيمن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر خالد بن المر بن حلوة الكتبي من يتابع انطلاقة شاهين من الجانب الأيمن، أيضا الوصول مع رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة رسلان القادم على المركز الثامن. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الأسماء المميزة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة الأولى، إلى شعار هجن الرئاسة، اللون الحمر لون الخطر على المقدمة على الصدارة كما عودنا وعود الجماهير. هذا الشعار المميز، شعار مؤسسة هجن الرئاسة بتواجد المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يتقدم مضمر الذيبة، ينطلق الآن على أول التحديات بتواجد هذا الاسم على الصدارة الأولى، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني لنتابع الشعار العيناوي. بدأ يتقدم الآن شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الجريبي. يتقدم الزعيم في عالم الأصايل في عملية التضمير والمتابعة مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات، 4 كيلومترات انقضت، تبقى مثلها وهي الأصعب. يا الزعيم يصل على المركز الثاني، المركز الثالث هملول القادم من هجن الرئاسة بقيادة بولجمايل علي بن جميل آل وهيبي من يتابع انطلاقة هملول القادم على مستوى المركز الثالث. والمركز الرابع من الجانب الأيمن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر خالد بن المر بن حلوة الكتبي من يتابع هذا الانطلاق. المركز الخامس والسادس هنالك شاهين وشاهين من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذه الأسماء المميزة. المركز السابع يتقدم الواري لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان، والمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي، والقدوم أيضا من رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هي النتيجة للمراكز المتقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الانطلاق الأول. وبدأنا بالاقتراب من جسر العبور، جسر التحديات يا بالسم وجسر الانطلاقات المميزة، وبوابة 3 كيلومترات ترحب بهذا الشعار، ترحب بشعار مؤسسة هجن الرئاسة، وأيضا ترحب بالشعارات القادمة للمنافسة. القيادة والريادة لا زالت مع هجن الرئاسة بتواجد المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور ابو ذياب في المقدمة الاولى، في الصدارة الاولى. المركز الثاني ايضا هنالك يتواجد الشعار العينا، وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي قادما على مستوى المركز الثاني وثالث التحديات. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر خالد بن المر بن حلوة الكتبي يتسلل الآن إلى المركز الثالث في طريقه إلى التحديات والمنافسة هنالك على الصدارة. المركز الرابع هملول من هجن الرئاسة يتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي، أيضا القدوم مع شاهين وشاهين، والخطورة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من بدأ بالانطلاق وبدأ بالتحديات مع تقدم هذه الأسماء المميزة التي ترتدي شعار مؤسسة هجن الرئاسة الشعار الجماهيري. أيضا القدوم والانطلاق مع رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين من يقدم لنا رسلان هنالك القادم، وأيضا وصول من الجانب الأيمن الواري لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان، والمضمر سعيد بن مبارك آل وهيبي من يتابع في عملية التضمير والمتابعة العودة إلى الصدارة.
إلى الانطلاق الأول وإلى شعار مؤسسة هجن الرئاسة، من يتواجد على المقدمة وعلى الصدارة. بدأ بالانطلاق، بدأ بمباعدة المسافة ما بينه وبين بقية المشاركين. شاهين لهجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يقدم لنا هذه العروض المميزة والمنعطف الأخير. وبعد ثبان النتيجة يا بالسم المستحيل المستحيل، يتقدم المشاركين وبدأ بالمغادرة نحو الناموس ونحو الفوز والانتصار. الله على هذا الانطلاق الكبير والمثير مع شعار هجن الرئاسة. بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة، ينطلق شاهين بكل قوة وبكل جدارة لهجن الرئاسة المستحيل. راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب يقترب من استفتاح الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات يا بالسم المستحيل. لا يعرف المستحيل في عالم الضمار في عالم الأصايل، ينطلق بالمقدمة ينطلق بالصدارة الأولى بهذه التحديات بدون أي أوامر على المركز الأول. يا سلام المركز الثاني، هنالك شعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد العتيق بن زيتون المهير، وأيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر خالد بن مر بن حلوة. ولكن أتابع انطلاقة شاهين في الشوط الرئيسي للقعدان الثنايا المحليات الأصايل. راشد بن محمد بالسم المنصور يا سلام المستحيل، لا يكل ولا يمل ولا يهاب. تهانينا والناموس من هذه اللحظات إلى مؤسسة هجن الرئاسة على هذا الفوز والاحتكار للأشواط الرئيسية. انطلاقة شاهين على المركز الأول، وشاهين على المركز الثاني، وشاهين على المركز الثالث. انتصار الرئاسي في هذا المساء، سلامي للرئاسة وهجنها وسلامي للمضمر المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للرئاسة وهجنها. لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس المركز الثاني والثالث شاهين وشاهين من أجل الرئاسة والمجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ورابعا الزعيم بالشعار العيناوي الكبير، بينما المركز الخامس حملول من هجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيبي. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات الانطلاق لحظات التحدي مع شعار مؤسسة هجن الرئاسة، وكان بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بوذياب من قدم لنا انطلاقة شاهين على المركز الأول. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصل أيضا شاهين من هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة مشاهدينا متابعين الكرام 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث أيضا شاهين من هجن الرئاسة والمجازف بن زيتون 13 دقيقة 7 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا